ولنقاش ملف التغييب القسري في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الكاتب والباحث السياسي دكتور جاسم الشمري. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا، مرحبا. بعد مرور أكثر من 5 سنوات لا تزال هناك مطالب برلمانية بفتح ملف المغيبين قسريا والكشف عن مصيرهم ومحاسبة مختطفيهم، ما مدى جدية هذه المطالب البرلمانية في ظل الواقع السياسي الحالي؟ نعم، شكرا لكم. أنا أعتقد أن القضية ليست جدية بالدرجة التي يمكن أن تصل إلى نتيجة. لو كانت هنالك جدية تامة في المطالبة بمعرفة مصير هؤلاء لانسحب هؤلاء على الأقل من عدة جلسات برلمانية ورفضوا الدخول إلا بعد معرفة مصير هؤلاء. أما الجلوس داخل قبة البرلمان والقول بأننا نطالب بمعرفة مصير هؤلاء، هذا الأمر لا يمكن أن يأتي بنتيجة. هنالك ضغط، وهنالك ضغط قوي جدا، وبالتالي نحن نريد أن نصل إلى مرحلة الضغط الحقيقي من أجل معرفة مصير هؤلاء. اليوم نحن نتحدث عن يعني رجال يعني تم اختطافهم أمام أنظر عوائلهم، يعني أمام عيون عوائلهم، وبالتالي لا يمكن أن يقال أن هؤلاء يعني قد اختفوا ولا نعرف مصيرهم. القضية واضحة، هنالك قوة متحكمة في المشهد الأمن العراقي هي المسؤولة عن اختطاف هؤلاء في مرحلة ما كان يسمى يعني تحرير العراق من قبضة داعش. الناس تخلصوا من داعش لكنهم وقعوا في الأسوأ، وأن مصير الرجال اليوم هو مصير مجهول. قبل أيام تحدثت امرأة من الأنبار أن 6 من أبنائها مع زوجها، المجموع 7 من عائلة واحدة، قيل لهم أنه سيتم يعني قراءة أوضاعهم وضعهم الأمني عبر الكمبيوتر، ثم بعد ذلك يعودون خلال 3 ساعات، وحتى اللحظة لم يعودوا إلى منازلهم. إذن القضية واضحة، الأطراف التي اختطفت هؤلاء معلومون للجميع، وبالتالي أعتقد أن الجميع بما فيهم الذين يمثلون أبناء المدن التي فيها مغيبون هؤلاء ينبغي أن يكون دورهم أكبر، وعليهم مسؤولية كبرى في ضرورة المساهمة في الضغط على الحكومة وعلى الأجهزة الأمنية من أجل معرفة مصير هؤلاء. في هذا السياق دكتور، بالحديث عن الأنبار، اعترفت لجنة متابعة ملف المغيبين بأن في الأنبار فقط 8000 شخص مغيب قسريا من بين 17000 عراقي لا يعرف مصيرهم حتى الآن. كيف يفسر عدم تسمية اللجان الحكومية باعتبار أنها اعترفت بهؤلاء المغيبين؟ كيف يفسر عدم تسميتهم للجهات المسؤولة عن الاختطاف؟ رغم أن الكثير من التقارير الحقوقية كشفت بأن المسؤولية تتحملها الميليشيات التابعة لإيران. هذه هي الحالة الرمادية كما يقال، لا أبيض ولا أسود. هذه الحالة الرمادية لا يمكن أن تصل إلى نتيجة. نحن أمام حالة مرضية في العراق، الحالة المرضية بحاجة إلى مداخلة، يعني إلى يعني عملية جراحية، وبالتالي لا يمكن أن ننهي هذه الحالة بالمجاملات وبمحاولة ترضية هذا الطرف أو ذاك. وعليه أنا أعتقد أن اليوم يعني على سبيل المثال منصب رئيس البرلمان وهو يعد المنصب الأبرز في العراق هو بيد يعني نائب من محافظة الأنبار، وبالتالي لو أرادوا فعلا أن يضغطوا على الحكومة لنجحوا وبقوة، لكن هنالك نوع من التماهي أو المجاملة أو التراخي في معرفة مصير هؤلاء. أنا أتصور أنه حتى اليوم في لقاء المرجع الديني السيد علي السيستاني مع ممثلة أمين العام للأمم المتحدة في العراق لم يذكر هذا الأمر، ذكر فقط من ضمن بيان الذي صدر من مكتب السيد السيستاني أن المرجعية تطالب بمعرفة مصير الشباب الذين اختطفوا في مظاهرات تشرين الأخيرة. وعليه هنا يفترض باعتبار أن المرجعية هي التي أفتت بالجهات
بجهاد كفائي، وأن هنالك أطراف من الحشد الشعبي هي التي استغلت الفتوى وهي متهمة بالاختطاف. عليه يفترض أن يصدر بيان واضح من مكتب السيستاني يقول فيه: نحن ندعو الحكومة والقوى التي يعني عملت بموجب الفتوى أن تقرر أو تظهر مصير هؤلاء الذين تم اختطافهم. هنالك اليوم توافق ما بين غالبية القوى المؤثرة في المشهد العراقي على التغليس عن مصير هؤلاء. ربما هنالك كما رأينا حينما تم يعني اطلاق حملة وينهم، رأينا ان هنالك الطرف المقابل قال ان هؤلاء تعاونوا مع داعش، وان هؤلاء يعني اخذوا الجزاء الذي يفترض ان يكون بحقهم، وبالتالي هنالك لغط في الموضوع. يفترض ان تكون العدالة هي الحكم، لا يمكن للقوى الميليشياوية ان تحكم على فلان انه متعاون مع داعش أو غير متعاون. يفترض بالعدالة والقضاء هو الذي يحكم في هذه القضية، وبالتالي هنالك خلط، هنالك غياب لدور الحكومة، ويفترض برئيس الحكومة مصطفى الكاظمي أن يكون دوره أكثر في هذا الملف الشائك، لأننا نتحدث عن عشرات آلاف من المغيبين الذين لا يعرف مصيرهم، وبالتالي العراق بحاجة إلى وقفة رجولية من البرلمانيين، من الحكومة، من المرجعية، من القوى المؤثرة في المشهد العراقي، من العشائر، من أجل معرفة مصير هؤلاء. وإلا فأعتقد أن بقاء الأمر يعني مهمش هكذا لا يمكن أن يقود إلى السلم المجتمعي في العراق. كانت هنالك اعترافات كثيرة، آخرها تصريح لإياد علاوي بأن ملف المغيبين مرتبط بجهات غير عراقية وتحديدا إيرانية. كيف يفسر دور الإيراني في قضية مثل قضية المغيبين؟ يعني لا شك أن كلام السيد إياد علاوي رئيس الوزراء السابق هذا كلام صحيح قبل ثورة تشرين، أما بعد مظاهرات تشرين فأعتقد أن الأمر اختلف. اليوم نحن بحاجة إلى دعم مظاهرات تشرين من أجل أن تكون هي الفيصل، وهي يعني بيضة القضبان التي يمكن أن تعيد بعض الهيبة للعراق، وأن تعيد بعض الشعور بالانتماء إلى الوطن. ذلك لأن هذه الثورة ربما ستضع العراق على الطريق الصحيح، وبالتالي نحن بحاجة إلى دعم هذه الثورة. إيران لم تعد بعد مقتل سليماني كما كانت قبل سليماني، وعليه يفترض بالوطنيين الأخيار في العراق أن يستغلوا هذه النقطة، وأن يعملوا على دعم مظاهرات تشرين، وأن يعملوا على دعم العشائر التي لا تتماهى مع الحكومة والتي لا تتزلف للحكومة، من أجل الوصول إلى مرحلة دعم شعبي ووعي شعبي عراقي لدعم المظاهرات، ثم لإيصال الصوت العراقي بأن هنالك ظلم، هنالك عملية سياسية في الغالب العام هي طائفية ولم تنفذ ولم تحقق مطالب وطموحات الشعب العراقي، وعليه نحن نعيش في دوامة منذ عام 2003 وحتى اليوم، وبحاجة إلى وقوف المجتمع الدولي، ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يقف معنا دون أن تكون هنالك مظاهرات شعبية كبرى في عموم العراق، وإلا فأعتقد أن الأمر سيبقى مستمرا على هذه الحالة، سواء كانت الانتخابات القادمة مبكرة أو غير مبكرة. ذلك لأننا نتحدث عن ذات الأحجار في لعبة الشطرنج، هي التي تتحرك من مكان إلى آخر، وعليه لا يمكن أن يعني نتوقع تغييرا كبيرا في العراق إلا بدعم ثورة تشرين والخلاص من القتلة والمجرمين وتقديمهم إلى عدالة، وإلا فأعتقد أن الحال سيبقى عليه ولو على ما هو عليه إلى عدة سنوات أخرى. وعليه أنا أعتقد أن الحل الأبرز في العراق هو بمساندة شباب تشرين والوقوف معهم عبر الطرق القانونية والسلمية والشعبية من أجل إيصال الصوت العراقي إلى كل القوى المؤثرة في الداخل والخارج. شكرا جزيلا لكم دكتور جاسم الشمري الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.